السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. مادة قضي، هذه المادة ثرية المفردات والمشتقات في اللغة، وأنت باعتبارك قانونيا حتما ستتصدى لها كثيرا، وهي ستعرض عليك وإليك كثيرا. وحتى تحكم مشتقاتها وتحسن نطقها بلفظ فصيح ونطق صحيح، خذ هذه القواعد. أولا، الفعل قضى يقضي قضاء. هنا قضاء هي مصدر للفعل الثلاثي قضى، وها هنا اسم الفاعل هو قاض واسم المفعول مقضي، فهذا قاض وهذا مقضي. وهناك أيضا الفعل الرباعي قاضى، قاضى يقاضي مقاضاة أو قضاء، والأشهر مقاضاة، فهو مقاض وهذا مقاضا عليه أو مقاضا منه. وهناك أيضا الفعل الخماسي، أي مكوناته خمسة حروف، تقاضى، تقول تقاضى يتقاضى تقاضيا، فهو متقاض وهذا متقاضا منه. إذن هذا هو اسم الفاعل وهذا هو اسم المفعول. وهناك أيضا فعل سداسي، وإن كان قليل الاستعمال إلا أنه سوف يعرض لك، وهو استقضى. انظر، ثلاثة حروف زائدة، الألف والسين والتاء، استقضى يستقضي استقضاء، فهو مستقض اسم فاعل وهذا مستقضا منه. وبناء على هذه المصادر وتلك الأفعال وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، يمكن لك أن تتألق في نطق هذه الكلمات وفي إحكامها في كتاباتك القانونية وفي مقولك ومنطوقك أمام سرايا النيابات وساحات القضاء. فقل مؤسسة القضاء، مؤسسة المقاضاة، مؤسسة التقاضي، مؤسسة الاستقضاء، وكلها صحيحة. وأيضا قل سلطة القضاء وسلطة التقاضي وسلطة الاستقضاء وسلطة المقاضاة، كلها أيضا صحيحة. وقل حكم القضاء، حكم التقاضي، حكم المقاضاة، حكم الاستقضاء، كلها أيضا صحيحة. وقل إجراءات التقاضي وقل إجراءات القضاء وإجراءات المقاضاة وإجراءات التقاضي وإجراءات الاستقضاء. انظر بحسب هذه المصادر كم كونت من المفردات والتراكيب، هكذا فلتكن ناطقة وهكذا فلتكن متألقة.